بونجور ا توس سي مسيو سلمان، معكم الاستاذ سلمان. في فيديو اليوم راح نشوفوا شرح للصفحه 13 من كتاب المدرسي لغه فرنسيه صف 3 ابتدائي. لا باج 13 ليفر دو فرونسي 3 اني بريمير سيكونس 1 المقطع الاول. جو دي انا اقول جو دي. سؤال أول. Regarde les dessins avec ton camarade. Dis les mots de salutation. Regarde les dessins. يعني انظر إلى الرسومات. Avec ton camarade. يعني مع زميلك أو زميلتك. انظر إلى الصور. Dis les mots de salutation. ثم قل عبارات تحية ولا كلمات تحية. لاحظوا جيدا هذه الصور. هنا يا الصورة لقاء بين زميلين ولا بين صديقين. لهنا في عند اللقاء وش نقولوا؟ عادة مرحبا ولا أهلا صباح الخير. إذا نقول بونجور. ريبيت بونجور صباح الخير ولا مرحبا. بونجور كتابة بهذا الشكل. لاحظوا لهنا هنايا الوداع بين هذ الاثنين. اذا تلاحظوا في الصورة كاين وداع وليس لقاء. لهنا اللقاء لهنا الوداع. عند الوداع راح نقول او روفوار. Au revoir. هذا الشكل. لهنا bonjour. لكن لهنا au revoir. Numéro 2. يعني السؤال الثاني. Regarde les dessins. يعني انظر إلى الصور. Puis dis. ثم قل. ثم رد. لهنا في هذه الصورة. بونجور صباح الخير لا مرحبا. بونجور موا سي يعني انا. هنا نذكر الاسم ايتوا وانت. يعني نقدم نفسي ثم نسال وانت. موا سي يعني راهو يتحدث مع هذا. شوف وقدم نفسه موا سي يذكر الاسم ويسأل من هو أنت؟ إي توا. لهنا هذا يجيب موا سي يذكر الاسم تاعو راح يقدم نفسه كذلك. لهنا أو روفوار. أو روفوار. أو روفوار. إلى اللقاء. عاودوا ورايا. بونجور. Moi c'est et toi. مثلاً moi c'est Anis et toi. Moi c'est Amin et toi. هنا يذكر الاسم تاعو. يرد عليه هذا. Moi c'est مثلاً أحمد. مصطفى. Moi c'est مصطفى. Moi c'est أحمد. Moi c'est رائد. D'accord. Au revoir. إلى اللقاء. Au revoir. Numéro 3. رقم ثلاثة. Tu salues ton camarade. Puis tu te présentes. Tu salues ton camarade. يعني أنت تحيي ولا تلقي التحية على زميلك أو زميلتك. Ta camarade زميلتك. Ton camarade زميلك. Puis tu te présentes. ثم تقدم نفسك. يعني أنت تقدم دير التحية وتقدم نفسك. يعني وش نقول؟ راح نقول بونجور مرحبا ولا صباح الخير. بونجور موا سي بعدها نذكر اسمي بعدها اذكر اسمك. بونجور موا سي أمينة. بونجور موا سي نادية. بونجور موا سي أسماء. Par exemple, يعني هادو أمثلة. يعني دائما نقول بونجور يعني
je salue mon camarade ou la ma camarade, يعني زميلي ولا زميلتي, يعني نقدم تحية, بعدها شو نقدم نفسي. Bonjour, moi c'est, نقول اسمي, يعني أنا فلان, هنا راح نقدم نفسي, دكاك؟ دائما راح تكون بهذه الطريقة. Bonjour, moi c'est, نقول اسمي. Numéro 4, رقم 4, écoute, يعني استمع. يعني أنا راح نقرأ هذا النص هذا, وأنت تستمع. Écoute, puis dis les objets que tu trouves en classe. Écoute, استمع, puis dis, ثم ردد, ثم كرر, ثم قل, puis dis les objets, يعني ثم ردد ولا أذكر الأشياء الموجودة في القسم. Puis dis les objets que tu trouves en classe, يعني هذه الأشياء التي تجدها في القسم. أولا نستمع, écoute, écoute bien, استمعوا جيدا. S'il te plaît, s'il te plaît, يعني من فضلك. Mon ami Anis, mon ami Anis, s'il te plaît mon ami Anis, يعني من فضلك صديقي أنيس. Ouvre la trousse, ouvre ta trousse, ouvre ta trousse, يعني افتح مقلمتك, هذه المقلمة. Trousse, trousse معناها مقلمة. افتح مقلمتك, ouvre ta trousse. Donne-moi, donne-moi, اعطني, donne-moi, donne-moi, إذن افتح مقلمة, اعطني مثلا une gomme, une gomme, une gomme, ممحاس, une gomme, ممحاس, gomme, يعني ouvre ta trousse, افتح مقلمتك, donne-moi, donne-moi, اعطني, اعطني une gomme, gomme, ممحاس, une ardoise, هنا لوحة, ardoise, هي اللوحة, une ardoise, لوحة, des crayons, des crayons, أقلام, et un stylo, wa qalam, un stylo, stylo wa qalam, يعني ouvre ta trousse, افتح مقلمتك, trousse هي المقلمة, donne-moi, donne-moi, اعطني, يعني من المقلمة, اعطني une gomme, ممحاس, une ardoise, لوحة, des crayons et un stylo, des crayons, أقلام, et un stylo, وقلم. Merci beaucoup, merci beaucoup, شكرا, au revoir, au revoir, إلى اللقاء. نعود نقرأ هذا les objets, d'accord, les objets scolaires, les objets scolaires, يعني الأدوات المدرسية. Trousse, trousse, des crayons, club, stylo, là, un stylo, قلم, ardoise, ardoise, là, une ardoise, il y a اللوحة, gomme, 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 il y a ممحاس. هنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم, أتمنى أنكم استفدتوا, تابعوني دائما وخليوا لي تعليقاتكم, تلقوا في فيديو آخر إن شاء الله, كلكم سلام.